الموضوع الثاني هو عن مشروع الغاز العربي كبنية ارتكازية للعلاقات الاقتصادية بين تركيا والدول العربية. الكلمة هذه للأستاذ عمر كمال حمودة. عمر كمال حمودة هو خبير مصري بارز في شؤون الطاقة، عمل لعشرات السنين في شركات نفطية عالمية وعربية ومصرية، له إسهامات متميزة في مجالات متعددة منها تسعير الغاز والنفط. للأسف الأستاذ عمر لن يتمكن من إلقاء كلمته لأسباب طارئة، فسينوب عنه في إلقاء الكلمة الأستاذ مصطفى اللباد. تفضل أستاذ. شكرا سيدي الرئيس. الواقع كلمة الأستاذ عمر زي ما حضرتك ذكرت لم يتمكن من الحضور لأسباب صحية طارئة، بتتناول موضوع مشروع الغاز العربي كبنية ارتكازية اقتصادية بين الأتراك والعرب. الحقيقة دايما الكلام منسوب للأستاذ عمر وليس لي أنا، فقط يعني ناقل لما كتب. هو يبدأ بتعريف أهمية الغاز في حياتنا المعاصرة. عفوا أستاذ مصطفى، هل ستجيب عن الأسئلة؟ لا طبعا. أوكي. لا طبعا. هو يبدأ بالتوكيد على أهمية الغاز في حياتنا المعاصرة، ويرى أن الموضوع الغاز الطبيعي تطور في العقود الثلاث الماضية بشكل واسع، لأنه أصبح ينقل عبر خطوط الأنابيب أو مثال بواسطة النقلات، ويورد أرقام ذات دلالة في أن التجارة العالمية خلال الفترة من 75 وحتى 2008 نمت نموا كبيرا في مجال الغاز الطبيعي يصل إلى معدل 6.4% في المتوسط، وذلك أنعش مشروعات خطوط الأنابيب. من العوامل الرئيسية لنمو تجارة الغاز بواسطة شبكات الأنابيب هي ظهور فكر اقتصادي ارتبط بظاهرة العولمة، مؤداها ربط الدول بعضها ببعض اقتصاديا لإيجاد شبكة من المصالح المشتركة تشكل أرضية للتعاون وتحقيق السلام. يعني هذا هو المدخل الذي نفذ منه الأستاذ عمرو ليقول أنه من مميزات الغاز الطبيعي أنه وقود مثالي من الناحية البيئية، مساهمته ضئيلة في تلويث البيئة، يعتبر من أنظف أنواع الوقود، له خاصية سرعة الاشتعال ولا يحتاج إلى عمليات تحويلية قبل استخدامه مثل ما يحدث مع الزيت الخام. ينفذ من هنا إلى خط أنابيب الغاز العربي، وهذا الخط تم التفكير فيه عقب توقيع اتفاق غزة أريحة عام 93، طرح على الساحة الدولية والإقليمية مشروع السلام في الشرق الأوسط وفي مسمى آخر السوق الشرق أوسطية. كان الهدف الأساسي إدماج إسرائيل في اقتصاد المنطقة العربية وربط الدولة الصهيونية بروابط اقتصادية مع جاراتها أولا ثم مع بقية الدول العربية. بناء على ذلك ظهر مشروع ضخم على الساحة آنذاك أطلق عليه مشروع السلام لغاز الشرق الأوسط، وتقدمت ثلاث شركات عالمية في الصناعات البترولية وهي أموكو الأمريكية، إيني الإيطالية، بيكتل الأمريكية. كان المتحدث الرسمي باسم هذه الشركات سينيور موسكاتو رئيس شركة إيني. المشروع يتلخص في خط أنابيب ضخم يبدأ من الجزائر ويرتبط بليبيا ثم مصر ويتجه إلى فلسطين وإسرائيل والأردن ثم سوريا ولبنان، ويتجه بعد ذلك إلى تركيا ومنها إلى تغذية دول وسط وشرق أوروبا بالغاز. الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تبنيا هذا المشروع الضخم، إلا أنه اصطدم بعدد من الصعوبات. أولا حجم رأس المال الكبير المطلوب، ثانيا المفاوضات الشاقة لتجميع الدول العربية عليه، ثالثا عدم حسم قضية إنشاء الدولة الفلسطينية واستمرار النزاع مع إسرائيل بشأنها، رابعا رفض بعض الدول العربية الاشتراك مع إسرائيل في مشروع استراتيجي كبير، كانت النتيجة توقف المشروع. عند توقف المشروع
طلبت الأردن شراء غاز من مصر، وإسرائيل كانت تخطط أيضا لشراء الغاز من مصر، وأورد أرقاما ذات دلالة. تكوين المشروع، طول مشروع خط أنابيب الغاز العربي حوالي 1200 كيلومتر، وتصل تكلفته نحو 1.2 مليار دولار، ويقوم على نقل نحو 10 مليارات متر من الغاز الطبيعي سنويا. ويتكون هذا المشروع من عدة مراحل. المرحلة الأولى من مدينة العريش المصرية إلى ميناء العقبة في جنوب الأردن، تم الانتهاء من هذا الجزء عام 2003. المرحلة الثانية تبدأ من ميناء العقبة الأردني حتى مدينة الرحاب الأردنية على مقربة من الحدود السورية، وبطول قدره 390 كيلومتر، وتم الانتهاء من هذه المرحلة عام 2005. المرحلة الثالثة تبدأ من الحدود الأردنية السورية متجهة شمالا إلى مدينة حمص بسوريا، ثم غربا إلى طرابلس بلبنان، ثم شمالا نحو الحدود السورية التركية. كانت هذه المراحل الثلاثة التي تم الاتفاق عليها بين أطراف مشروع خط أنابيب الغاز العربي. هذه الأطراف هي مصر، سوريا، الأردن، لبنان. في عام 2006 تم يعني حدثت تطورات في مد خط الأنابيب العربي للغاز، لأنه اتفقت الدول العربية الموقعة مع تركيا ورومانيا على الارتباط بخط أنابيب الغاز العربي توطئة للربط مع القارة الأوروبية. ذكر تواريخ وقيمة الاتفاقات الموقعة بين تركيا وسوريا مثلا. العراق طلب في 2004 الانضمام للخط. هو في النهاية يقول انه هذا الخط تمكن من تحقيق عدة اهداف. اولا، تحقيق عائد من النقد الاجنبي للدول المصدرة للغاز ومنها مصر وسوريا، حصول كل دولة من الدول التي يمر بها خط الانابيب على عائد مقابل نقل الغاز للدول المستهلكة. الخط يدعم التعاون العربي في مجال الصناعة. الخط يمكن ربطه بتركيا للانطلاق بعد ذلك نحو الربط بالشبكة الأوروبية لمستهلك الغاز في وسط وشرق أوروبا. الفقرة التالية في ورقة الأستاذ عمرو بعنوان الدور التركي في مشروعات الغاز الإقليمية، الطموحات والنجاحات، هو ينطلق من أن تركيا دولة مستوردة للطاقة، تعتمد في 65% من احتياجاتها المتنوعة على الاستيراد. تضاعفت احتياجاتها من الغاز بين 7 مليار متر مكعب عام 99 إلى 60 مليار متر مكعب في عام 2010. يعني ملاحظة من عندي أنا أنه ده معناه الصناعة التركية والناتج القومي الإجمالي في تركيا يعني ينمو بشكل واضح.